بعد الفوز الكبير اللي حققه نادي الزمالك على دريمز الغاني بنتيجه 3-0 ووصوله للنهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه، عشاق النادي الابيض تلقوا خبر حزين وهو عن اعلان الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا ايقاف قيد نادي الزمالك بسبب كمان قضيه المغربي خالد بطايب مهاجم الفريق السابق، وكشف الاتحاد الدولي عن ايقاف قيد نادي الزمالك لمده 3 فترات قيد بداية من اليوم أبريل الجاري وحتى سداد غرامة اللاعب. من المعروف أن بو طيب قدم شكوى ضد نادي الزمالك منذ عام 2020 بسبب عدم حصوله على مستحقاته اللي بتقدر ب1,900,000 دولار، بالإضافة إلى 500,000 دولار فوائد. وانضم بو طيب للزمالك في 2019 قادما من نادي مالاتيا سبور التركي قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض في شهر يناير 2020 بعد فسخ تعاقده من جانب النادي. وشارك بوطيب في 24 مباراة مع نادي الزمالك وقتها وسجل 5 أهداف وصنع 2. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن قرار الفيفا من الأستاذ طارق علي الناقد الرياضي. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد عليك وصباح الورد على كل المشاهدين. اهلا بحضرتك. عايزين حضرتك في البدايه كده تكلمنا عن حيثيات قرار الفيفا بايقاف القيد عن نادي الزمالك. الحيثيات ان بالطبع ديت مش الحقيقه مش قرار الفيفا بس، دي قرار المحكمه الفدراليه السويسريه اللي لجا ليها نادي الزمالك للطعن على قرار المحكمه الرياضيه بتغريم نادي الزمالك 2,500,000 يورو لصالح خالد بوطيب المغربي بسبب عدم فسخ، يعني بسبب فسخ العقد من طرف واحد ورحيل اللاعب بدون الحصول على مستحقاته. مع الفيفا كان فرض الغرامه فلجأ نادي الزمالك للمحكمه الرياضيه لتخفيضها او تقسيطها وطعن على القرار. المحكمه الرياضيه اقرت نفس العقوبه فلجأ نادي الزمالك الى الاستئناف امام المحكمه الفدراليه السويسريه اللي هي برضه نفس الفعل اقرت نفس العقوبه، بالاضافه بالطبع الى انها اوقفت النهارده الفيفا طبعا بيستجيب لقرار المحكمه الرياضيه الدوليه وبيقرر ايقاف نادي الزمالك لمده 3 فترات قيد، هتبدا طبعا من القيد الحالي او من القيد الصيفي ثم الشتوي ثم الصيفي، الا في حاله سداد هذا المبلغ كاملا الى خالد بوطيب او الوصول الى تسويه بينه وبين نادي الزمالك تقتضي ان هو يبلغ الفيفا انه بدا بالفعل الحصول على مستحقاته الماليه. المشاكل دي كلها اللي هي مش الزمالك بس على فكره، عندنا نادي فاركو موقوف قيده، عندنا نادي مصر المقاصه موقوف قيده، عندنا قضايا كتيره جدا لانديه كتيره، الاسماعيلي كان موقوف قيده واستطاع ان هو يسدد المستحقات ويعود الى القيد مره اخرى، وبالتالي احنا عندنا مشاكل كبيره جدا بين اللاعبين الاجانب وما بين الفرق المصريه، ده ناتج عن عدم وجود اداره محترفه للعقود في الانديه المصريه. احنا عندنا اللي بيعمل العقد اما مدير تعاقدات او محامي او احيانا رئيس مجلس الاداره، وبالتالي هو لا يكون ملما باللوائح الدوليه، لا يكون ملما بالواجبات والحقوق، وبالتالي في حاله فسخ العقد يلجا اللاعب فورا سواء لاعب او مدرب الى الاتحاد الدولي ويحصل على حقوقه، بل بالعكس هو بيحصل على اكثر من حقوقه لانه طبعا بتتفرض غرامات وبتتفرض فوائد. فالنادي اذا كان هيدفع مثلا 50,000 دولار للاعب مستحقاته، احنا النهارده بنتكلم على 2,500,000 يورو، مبلغ كبير جدا جدا. طيب هل حضرتك المبلغ ده ممكن يتقسط على دفعات لحل المشكله؟ بالطبع ده في حاله موافقه اللاعب، يعني في حاله موافقه خالد بوطيب ان هو ممكن يقسط المبلغ وبيستلم دفعه منه وبيبلغ الفيفا انه توصل الى جدوله مع النادي وانه يقبل ويوافق على هذه الجدوله، وبالتالي الفيفا بيرفع فورا حظر القيد وبيعيد النادي الى القيد مره اخرى. لكن في حاله عدم التزام النادي بهذا الاتفاق بنرجع برضه للنقطه صفر، فبالتالي التقسيط ده وارد وممكن خالد بوطيب يوافق، والحقيقه نادي الزمالك بيحاول في هذا الاتجاه ان هو يقنع خالد بوطيب بالتقسيط للوصول الى حل لرفع حظر القيد في الفتره القادمه. طيب استاذ طارق، يعني ايه الخطوات اللي ممكن بقى يعملها مجلس الاداره لحل الازمه؟ ما عندوش اي خطوات اللي هو الوصول الى اتفاق مع
خالد بوطيب، لان هو استنفذ كل الخطوات باللجوء الى المحكمه الفيدراليه الدوليه اللي هي اخر حاجه في اللجوء للنزاع القضائي الرياضي، اللي هو بتروح للفيفا، بعد كده المحكمه الرياضيه، بعد كده المحكمه الفيدراليه السويسريه هي اخر نقطه. الان ليس امام مجلس اداره نادي الزمالك الا التفاوض المباشر مع خالد بوطيب والوصول الى حل لهذه المشكله، سواء بتقسيط المستحقات او بدفع المستحقات كامله حتى يستطيع ان هو يرفع القيد عن حظر القيد عن نادي الزمالك، لكن ليس امام نادي مجلس الاداره اي حلول اخرى الا هذه الحلول اللي هو حط نفسه فيها. طبعا ان مجلس الاداره الحالي مش مسؤول عن التعاقد مع خالد بوطيب لان هو وارث هذا العقد من المجلس السابق، فبالتالي هو امامه الان ان يحل بالتقسيط او بالاتفاق او بدفع الفلوس مباشره الى خالد بوطيب. عظيم جدا. طيب حضرتك، هو عايزين نعرف من حضرتك مشوار نادي الزمالك لنهائي الكونفدراليه. طبعا نادي الزمالك عنده مباراه نهائيه، يعني يستطيع نادي الزمالك ان يحقق فيها البطوله الكونفدراليه الافريقيه، المباراه رغم صعوبتها طبعا لانها مع نهضه بركان المغربي، فريق كبير، فريق له طوالات وجولات في افريقيا وفريق اصحاب خبرات، ومن حظ نادي الزمالك ان المباراه الاولى هتبقى في المغرب، وبالطبع يستطيع نادي الزمالك الخروج بطريقه ايجابيه او بنتيجه ايجابيه من هذه المباراه، لان مباراه العوده هتبقى في القاهره امام يعني بنقول 80,000 متفرج بالنسبه لنادي الزمالك، فبالتالي يستطيع نادي الزمالك حسم هذه البطوله لصالحه بعد ان وصل بالطبع اليها بعد الفوز على دريمز الغاني في مباراة الإياب اللي أقيمت بغانا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بعد تعادله بالطبع في القاهرة. والحقيقة نادي الزمالك أبدى في هذه المباراة ليحسمها ليصل إلى النهائي الكونفدرالية الأفريقية مع نهضة بركان المغربي. والحقيقة الاثنين يعني احنا لما كنا بنتكلم على الكونفدرالية فالأهلي أمامه دوري رابطة الأبطال مع الترجي التونسي، أيضا مباراة الذهاب في تونس ثم مباراة الإياب في القاهرة أمام أيضا 80,000 متفرج من مشجعي الأهلي، فبالتالي إحنا قدام فرصة كبيرة جدا إن الفريقين المصريين يحققوا رابطة الأبطال والكونفدرالية ويصبح السوبر الأفريقي، يعني نقول لثاني مرة أو لثالث مرة مصري مصري، فنتمنى الفريقين التوفيق الزمالك والكونفدرالية ودوري رابطة الأبطال بالنسبة للنادي. طيب أستاذ طارق، إحنا يعني عارفين إن نهائي الكونفدرالية هيكون في شهر 5، فكنا عايزين حضرتك تكلمنا عن استعدادات بقى النادي وإيه نقاط الضعف اللي تبقى موجودة عنده في بركان المغربي. يستطيع طبعا جوميز التعامل معه، يمكن خط الدفاع دايما في المغرب بالذات ان هو بيبقى ضعيف، لكن نادي بركان بيلعب بتحفظ دفاعي وهجمات مرتده لانه عنده طرفين سرعة جدا، فتحفظ دفاعي مع وجود اطراف لنادي الزمالك، يعني احنا بنتكلم على مصطفى شلبي، بنتكلم على زيزو، بنتكلم على سيف الجزيري، بنتكلم على سامسون، بنتكلم على عدد كبير جدا من النجوم صحيح. بالنسبه لنادي الزمالك يستطيع نادي الزمالك استغلال الثغرات الموجوده في الدفاع عن طريق العرضيات، عن طريق الاختراقات من العمق للوصول الى مرمى فريق نهضه بركان. الزمالك يحتاج فقط ان هو يحرز اهداف في المغرب سواء هدف او اثنين حتى يستطيع ان هو يحسم المواجهه في القاهره. نهضه بركان فريق قوي، فريق كبير، بيستخدم اطرافه، بيستخدم التسديدات من الخارج وعنده لعيبه قويه جدا، لكن الزمالك بما يملكه من مهارات وبما يملكه من لاعبين يستطيع حسم هذه البطوله والفوز والتغلب على نهضه بركان سواء في المغرب او في القاهره. عظيم جدا. احنا بنشكر حضرتك استاذ طارق علي الناقد الرياضي.